تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي تضرب غرب أوروبا في مقتل 5 أشخاص واضطراب كبير لحركة النقل البري والجوي في بريطانيا، حيث ألغيت العديد من الرحلات في مطار جاتويك بالتزامن مع محاولات سفر الآلاف للاحتفال بأعياد الميلاد. لا توجد رحلات طيران ولا مكان نذهب إليه ولا أحد يخبرنا شيئا. السلطات البريطانية أكدت أن الطقس السيء أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن حوالي 100,000 شخص جنوب البلاد، فيما علقت مئات السيارات في الشوارع بعدما حاصرتها مياه الأمطار. مشكلة قطع التيار الكهربائي نفسها هي ما يعاني منها نحو 130,000 شخص في مقاطعة بروتوني شمال غرب فرنسا، بعد أن تسببت عواصف قوية في اقتلاع الأشجار وإتلاف كابلات الكهرباء. أما في مقاطعة غاليسيا شمال غرب إسبانيا، فأدت الرياح القوية إلى خروج قطار محلي عن مساره، فيما بدت الطائرات كريشة أثناء هبوطها في مطار مدينة بلباو الإسبانية.